الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا نحن اليوم في الدرس الثاني في هذه المنظومة الكريمة، منظومة أبي بكر ابن أبي داود السستاني، هذه المنظومة في العقيدة. وكنا في الدرس الأول تحدثنا عما بدأه المؤلف من التأكيد على الاعتصام بالكتاب والسنة في قوله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. وذكرنا ما أشار إليه أهل العلم من أهل السنة والجماعة في الاستدلال على هذا المطلع الذي بدأه المؤلف في هذه المنظومة، فإنه أمر بالتمسك بحبل الله واتباع الهدى، وحذر من أن يكون العبد من أهل البدع، وعلل ذلك بأنه لا يفلح إلا من ترك البدعة. ثم ذكر البيت الذي بعده: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله: التمسك بالكتاب والسنة. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وأدن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، يعني أكد على أن لا يكون الاقتصار على القرآن فحسب، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي مثل ما أوتي من القرآن، فالسنة شارحة للقرآن ومفصلة ومبينة. والشيخ صالح الفوزان وفقه الله له شرح جميل، أظنه وزع على أكثركم، لهذه المنظومة. قال في كلامه هنا: والسنن جمع سنة، وهي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم القائل عليكم بسنتي، أي طريقتي. والسنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. قال: ولابد من الاحتجاج بالسنة بعد القرآن، فالسنة هي المصدر الثاني من مصادر الإسلام بعد القرآن الكريم. وأصول الاستدلال عند الأصوليين منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، ولكن المتفق عليه أربعة أصول: الأصل الأول القرآن الكريم، الأصل الثاني السنة النبوية لأنها الوحي الثاني بعد القرآن، والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا هو الأصل الثاني، وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا يصفها العلماء بالوحي الثاني بعد القرآن الكريم،
فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب علينا أخذه واتباعه والعمل به، سواء كان متواتراً أو أحاداً، خلافاً للمبتدعة الذين ينكرون السنة ويقولون يكفينا العمل بالقرآن. وهذه وهو يشير إلى من يسمون بالقرآنيين، وهو أن بعض أهل الفرق أو الفرق المبتدعة يقولون نحتج بما في القرآن وأما السنة فلا نحتج بها، وهذا قول يعني واضح البطلان لا يحتاج إلى رد عليه لكثرة ما جاء من أحكام هذا الدين في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما أجمع عليه المسلمون قديماً وحديثاً على أن السنة مصدر حقيقي من مصادر هذا الدين. وأما قوله عن المتواتر والأحاد فإنه يشير بذلك إلى الذين شككوا في الاحتجاج بالأحاد وقالوا أنه ظني، والعقيدة وأصول الدين لا يقبل فيها الظني، وهذا القول أيضاً باطل، فإن السلف الصالح ما كانوا يفرقون في باب الاحتجاج والعمل بين المتواتر والأحاد. ولهذا قال الشيخ هنا: ومن المعلوم والمقرر أن العمل بالسنة من العمل بالقرآن، لأن الله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلم يحدد هل كان طريقه متواتر أو أحد. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال تعالى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأيضا فالقرآن فيه مجملات، والسنة هي التي تبينها وتفصلها، والله جل وعلا يقول لنبيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة لها ارتباط وثيق بالقرآن، لأنها بيان له وتوضيح، وهي تفصيل لمجمله وتقييد لمطلقه. وقد ينسخ القرآن بالسنة، والسنة بالقرآن، والقرآن بالقرآن، والسنة بالسنة، فلا بد من هذه المطالب العظيمة. وبهذا يعلم منزلة السنة من القرآن ومكانتها في الإسلام. وهؤلاء الذين يعرضون عن السنة قد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منهم، فقال: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. هذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم من أهل الحديث. وهذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم بحال هذا المتكئ على أريكته الذي يشكك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وقال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة. فالسنة لا بد منها، وهي الأصل الثاني من أصول الأدلة المجمع عليها، ولا عبرة بخلاف هؤلاء الذين يعرضون عنها، لأنهم إما خوارج أو جهال أو متعالمون أو لهم أغراض سيئة يريدون إطفاء الدين شيئاً فشيئاً، فلا يعتد بخلافهم ولا ينظر إلى قولهم، بل يؤخذ بالسنة الصحيحة سواء في الفروع أو في الأصول. وقد أشرنا في الدرس السابق إلى موقف الخوارج من السنة،
فإنهم لا يلتفتون إلى الصحابة وإلى أقوالهم، والسنة هي منقولة عن طريق صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويشابههم في هذا الرافضة، فإن الرافضة كما تعلمون قد كفروا جمهور الصحابة الذين هم حملة السنة، وأيضاً يشابههم المعتزلة، فإنهم من بعد مقتل عثمان يفسقون جميع الصحابة ولا يقبلون ما جاء عن طريقهم. وهؤلاء أهل البدع لا يعتد بهم بالإجماع، يعني لما يقال أجمع أهل السنة أو أجمع المسلمون فالمراد هو الإجماع الذي نقله أهل السنة، وهو الإجماع المنضبط، وليس لخلاف أهل البدع وزن في نقض الإجماع. وإلا لو كان الأمر كذلك ما انعقد إجماع على كثير من مسائل العلم، لأن رؤوس الفرق البدعية والضالة قد خرجت مبكراً كما مر معنا. وقولهم قال: ولا يعتد بقولهم أخبار الأحاد لا يؤخذ بها في العقائد، إنما يؤخذ بها في الفروع لأنها أدلة ظنية. قال: فنقول ظنية عندكم، أما عند أهل الإيمان فهي ليست ظنية، بل هي تفيد اليقين ما دامت صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تفيد العلم وليست ظنية، فيؤخذ بها في العقائد والمعاملات وفي غيرهم. وبالمناسبة يعني أهل البدع حتى وإن احتجوا بالمتواتر وقالوا نحتج بالمتواتر، إلا أنهم يعتبرون المتواتر ثابت من حيث السند، لكن يعتبرون دلالته دلالة ظنية، بل القرآن يعتبرون دلالته دلالة ظنية. ولذلك هم في نهاية الأمر وإن قالوا نحتج بالقرآن ونحتج بالسنة المتواترة، هم في نهاية الأمر لا يحتجون إلا بعقولهم القاصرة، وأما النصوص فإنهم يعتبرون دلالتها دلالة ظنية ليست قطعية، ثم يقولون العقيدة يحتاج فيها إلى أمور قطعية. إذن هم أرادوا عزل الوحي عن الاحتجاج به في باب الاعتقاد. ثم ذكر الأصل الثالث الذي هو الإجماع، ودليله قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن سبيل المؤمنين هو الذي يجب اتباعه، ما أجمع عليه المسلمون فهذا لا شك أنه حق، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة، ولو اجتمعوا على ضلالة لكان قد خفي الحق في زمن من الأزمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله أمتي على ضلالة، وهذا القول لا يجمع الله أمتي على ضلالة، قال هذا الحديث ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو مالك الأشعري عند أبي داود، وابن عمر عند الترمذي، وأنس عند ابن ماجه. فالإجماع القولي حجة قاطعة، أما الإجماع السكوتي فإنه حجة ظنية، لأنه قد يكون هناك مخالف ولم يتبين، ولكن إذا قال العلماء كلهم قولاً وأجمعوا عليه ولم يخالف فيه أحد فهو حجة قاطعة. وأما الأصل الرابع فهو القياس، وهو إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة تجمع بينهما، وهو ما يسمونه قياس العلة، وقد قال به جمهور أهل العلم، وأنكره الظاهرية وبعض الحنابلة وطوائف قليلة من أهل العلم، ولكن جمهور الأمة على القول بالقياس، وهو دليل صحيح إذا توفرت شروطه المذكورة في كتب الأصول. وأما
بقية الأصول غير هذه الأربعة مثل قول الصحابي ومثل استصحاب الأصل، فهذه اختلف فيها العلماء والخلاف فيها قوي. أما الخلاف في القياس فهو خلاف ضعيف، والجمهور على الاحتجاج بالقياس. قال: ولكن الإمام أحمد يقول: القياس يذهب إليه عند الضرورة. ذكره عنه البيهقي في المدخل والذهبي في السير. قال: فهو مثل الميتة حيث يذهب إليها عند الضرورة، فإذا وجد النص في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا حاجة إلى القياس، فإن لم يوجد يذهب إلى القياس من باب الضرورة. ومقصد الإمام أحمد لئلا يفتح باب القياس وتترك النصوص. ومن المعلوم أن القياس في مقابلة النص لا يلتفت إليه، إذا كان قياس يخالف النص فإنه لا ينظر إليه، أما إذا كان قياس مبني على علة النص فهو الذي أشار إليه الشيخ الفوزان وقال إن جمهور أهل العلم على القول بذلك. ثم قال الناظم في البيت الثاني: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. والمراد ودن بكتاب الله، يعني اجعل دينك مأخوذ من كتاب الله عز وجل ومأخوذ من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الأحاديث الصحيحة. أما ما جاء عن غيره فينظر فيه، فإن وافق الكتاب والسنة أخذ به، وإن خالف الكتاب والسنة فإنه يرد على صاحبه. والأئمة يوصون بهذا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط. وهذا لا فضل لأحد فيه، فمن الذي يوازن بين الرسول صلى الله وسلم عليه وغيره؟ فلا شك أن كل قول يخالف قول الرسول فإنه يضرب به عرض الحائط، ولأن الإنسان قد يجتهد فيخطي، فإذا كان اجتهد وتبين أن اجتهاده مخالف لدليل صحيح صريح لا إشكال فيه فإنه لا ينظر إليه، وهذا معنى قول الشافعي فاضربوا به عرض الحائط. ويقول الإمام مالك رحمه الله: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، لأنه كان يدرس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول: كلنا مردود وراد عليه، يعني معاشر العلماء ليس لهم العصمة، فكلهم قد يقع في أمر خطأ فيرد عليه. الذي له العصمة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه معصوم في البلاغ عن الله عز وجل، وقوله كله حق وصواب. وكذلك الإمام أبو حنيفة قال: إن جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. يقصد أن الحديث لا يعترض عليه أبداً بشيء، ولا يحتاج أن تجتهد في أمر يخالف الحديث، كذلك لا يحتاج أن تجتهد في أمر يخالف قول الصحابة، ما دام الصحابة قالوا قولاً فلا تجتهد في أمر يخالف قول الصحابة إلا فيما اختلفوا فيه. إذا اختلف الصحابة في مسألة من المسائل دل على أنها ليست بمحسومة عندهم. ومن فضل الله عز وجل أن مسائل الاعتقاد محل إجماع بين الصحابة، خاصة فيما يتعلق بالتوحيد، توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، فهذا محل إجماع عن الصحابة، وما حصل من شيء من خلاف قليل في مسائل فرعية في العقيدة ليست في مسائل التوحيد.
وأما مسائل التوحيد فهي مجمع عليها عند صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون لرأي سفيان، أي سفيان الثوري الفقيه الإمام الجليل. قال: والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لأنك إذا عرفت قول الله عز وجل أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لك أن تختلف إلى قول فلان أو قول فلان. ولهذا فلا يجوز أخذ قول الفقيه مهما بلغ من الفقه والعلم إلا إذا كان مبنياً على دليل صحيح، أما إن كان مخالفاً للدليل فلا يؤخذ به، لأنه لا قول لأحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وهذا كقول ابن عباس لما نوقش في مسألة التمتع في الحج، وكان أبو عمر رضي الله عنه وعثمان لهم اجتهاد بالتمتع اجتهدوا فيه، وابن عباس يرى أن نص الرسول صلى الله عليه وسلم في فسخ العمرة إلى الحج أنه صريح وواضح، ولهذا كان يقول لمن ناقشه في ذلك قال: يؤشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهو يقول بهذا منكر عليهم في طريقة الاحتجاج، وليس تسخيف لرأي أبي بكر وعمر، لكن طريقة الاحتجاج لا يجوز أن تقارن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم باجتهاد عالم. وقد يكون الصواب مع الذي خالف ابن عباس، لكنه ما ارتضى الطريقة، طريقة الاستدلال لم يرتضيها، وقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، ويريد الشخص أن ينزع بحديث، أن يذكر دليل، لا يريد له أن يذكر قول رجل يعارض به قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يأتي بدليل ينزع به في المسألة. فإن لم يكن له دليل فلا يعارض باجتهاده قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما اجتهاد أبي بكر وعمر في الحج فهم ذكروا السبب في ذلك، ولهم يعني وهم من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع هديهم، لكن ليس بلازم. ولهذا حتى الإمام علي رضي الله عنه خالفهم في هذا الاجتهاد. فإذا أجمع الخلفاء الراشدون على أمر فهذا من السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإن اختلف الخلفاء أو اختلف الصحابة فالإنسان يجتهد فيما يرى أن الدليل يرجحه. ثم قال بعد ذلك في بيان عقيدة السلف في كلام الله عز وجل، قال: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. وهذا الأمر يعني كان واضح عند السلف الصالح، ما كان أحد يشك أن القرآن كلام الله عز وجل، وما كان أحد كان يشك أن التوراة كلام الله عز وجل، التوراة التي نزلت على موسى وليست المحرفة، وما كان أحد يشك أن الإنجيل هو كلام الله عز وجل، الكلام الصحيح، الإنجيل الصحيح. وما طرأت هذه البدعة إلا لما جاءت الجهمية والمعتزلة، والجهمية تلقوا هذه المقولات عن الجعد بن درهم الذي ذكرنا لكم البارحة قصته وكيف فعل به المسلمون.
وبقي تلاميذه ينشرون هذا الأمر، وترسخ عندهم من البدع التي أخذوها أن تنزيه الله عز وجل يقتضي أن ينفى عنه الجسمية، وقالوا الكلام يحتاج إلى لسان وأضراس ولهوات، فلو كان الله يتكلم فإن هذا فيه تشبيه، فيه إثبات الجسم له وفيه تشبيه، فهم قد جاءوا من باب التنزيه، لكن هذا الرأي الذي استحسنوه هو رأي باطل في مقابلة النصوص الشرعية، هو رأي باطل، فاستحسنوا هذا الرأي المنحرف وأقنعوا به الخليفة المأمون من خلفاء الدولة العباسية، فتبنى هذا المذهب بقوة حادة جداً وأراد إجبار الناس على ذلك وأجرى امتحان للناس على ذلك وأرهبهم وعذب بعضهم مثل الإمام أحمد بن حنبل وقتل بعضهم، ولذلك كان بعض المنسوبين للعلم تأولوا في ذلك خوفاً من السيف، فكان بعضهم يشير إلى أصابعه ويقول التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه الأربعة مخلوقة، وهو يشير بهذه الأربعة إلى أصابعه الأربعة لينجو من السيف، ولكن بعض الأئمة ثبتوا على الحق ورأوا أنه لا يسعهم أن يسيروا في ركاب الباطل، وبهذا يضيع الحق على الناس ويلتبس الحق على الناس، واستمر في فتنته، ولهذا ظهر الإمام أحمد بصبره وثباته حتى إنه سمي بإمام أهل السنة في وقته للموقف المشرف الذي وقفه. فهنا بعد أن انتشرت هذه البدعة وكثر الكلام في القرآن، هل هو كلام الله، هل هو مخلوق، أم هو كلام الله عز وجل، بدأ يذكر أهل السنة في كتبهم المنثورة والمنظومة يذكرون أن القرآن هو كلام الله عز وجل، ولهذا قال وقل غير مخلوق، يعني القرآن غير مخلوق، كلام مليكنا يعني كلام ربنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. الأتقياء هم أهل التقى من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهو يتكلم في زمنه في القرن أواخر القرن الثالث الهجري، فيقول دان الأتقياء بذلك وأفصحوا. ولهذا لما علق الشيخ الفوزان وفقه الله على هذا البيت قال من عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم أنهم لا يشكون بأن القرآن كلام الله حقيقة، تكلم الله سبحانه وتعالى به وأوحاه إلى جبريل عليه السلام، فسمعه جبريل من الله ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تنزيل رب العالمين يعني تكلم به ونزل من عنده سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين وهو جبريل الموكل بالوحي على قلبك يعني على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم لتكون من المنذرين، وهذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه تلقاه عن جبريل بلسان عربي مبين، وهي العربية لغة القرآن وهي أفصح اللغات. وقال سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم، يعني جبريل عليه السلام هو الذي قاله للرسول صلى الله عليه وسلم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، وذي العرش هو الله سبحانه وتعالى، ومكين مكين يعني أن جبريل له مكانة عظيمة عند الله عز وجل،
مطاع ثم أمين، يعني تطيعه الملائكة، هذا دل على أن جبريل عليه السلام هو رئيس الملائكة. مطاع ثم أمين أي تطيعه الملائكة، وأمين على وحي الله عز وجل. فهذه أوصاف جبريل عليه السلام، فهو أمين على وحي الله لا يزيد فيه ولا ينقص، وإنما يبلغه كما تحمله عن الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى: وما صاحبكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وما صاحبكم بمجنون، كما يقوله المشركين، كما يقوله المشركون، فإنهم كانوا يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنون. وقال: ولقد رآه، أي رأى جبريل عليه السلام على صورته الملكية، رآه فوقه ببطحاء مكة. التفت الرسول عليه وسلم فإذا جبريل قد سد الأفق على الخلقة التي خلقه الله عز وجل عليه، فرآه بالأفق في عنان السماء، وهذه رؤية عيان. قال جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى، يعني رأى الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين، مرة وهو في بطحاء مكة قد سد الأفق له 600 جناح، والمرة الثانية على صورته عند سدرة المنتهى ليلة المعراج. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة في مكة ومرة في الملأ الأعلى عند سدرة المنتهى. وما عدا ذلك فإن جبريل يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، وعند أصحابه يرونه رجلاً، لأنهم لا يطيقون رؤيته على صورته الملكية. وأما إضافته إلى الملك في قوله إنه لقول رسول كريم، وإضافته إلى محمد صلى الله عليه وسلم في قوله إنه لقول رسول كريم، وفي قوله وما هو بقول شاعر، فهي إضافة تبليغ، هذه إضافة تبليغ، يعني الذي بلغ هو جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، فهذه إضافة تبليغ. فمحمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليهما السلام كلاهما متحمل ومبلغ لكلام الله عز وجل، والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. يعني أنت لو سمعت شخص يقرأ قصيدة فتقول له: هذا كلام من؟ وأنت تسمعه يتكلم أمامك، تقول: هذا كلام من؟ يقول لك: هذا كلام شوقي. فدل على أن المبلغ ليس هو القائل، لأنك لما تسمع كلام المتكلم فقد يكون قال هذا الكلام من عند نفسه، وقد يكون بلغ لك ما قاله غيره. فلذلك لا يلتبس علينا شيء من معاني الآيات، ففيها ما ينسب القرآن إلى جبريل وإلى الرسول، فهذا تحمل وبلاغ. وأما ما ينسب إلى الله عز وجل فهو قول الله عز وجل الحقيقي إذ تكلم بالقرآن. قال: ولا يشك المسلمون في هذا، أنه كلام الله منزل غير مخلوق. يعني هذا في القرون الثلاثة ما كان يشك أحد، قبل حدوث هذه البدعة ما كان أحد قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب، وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله، وقال تعالى: منزل من ربك بالحق، وقال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو يسمع القرآن الذي يقرأه الشخص لكنه سماه كلام الله، حتى يسمع كلام الله. وقال: يريدون أن يبدلوا كلام الله، فوصفه بأنه كلامه وأنه هو الذي أنزله. أما الأشاعرة فيقولون إنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وإن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ،
ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. انتبهوا لهذا القول، هذا ليس قول أهل السنة. القرآن في اللوح المحفوظ صحيح، القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن هل جبريل جاء وقرأ في اللوح المحفوظ وأخذه ونزل به على محمد، أم أنه سمعه من الله مباشرة ثم نزل به؟ الثاني هو الصحيح، القول الثاني. وأما قول الأشاعرة فلا دليل عليه، بل النصوص كلها ترد ذلك. ولهذا قال: وهذا قول باطل. هذا يقول الشيخ صالح، يقول: هذا قول باطل، فإن جبريل لم يأخذه عن اللوح المحفوظ، وإنما أخذه عن الله عز وجل. نعم، هو مكتوب في اللوح المحفوظ، قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني القرآن، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ بلا شك، ولكن جبريل لم يأخذه عن اللوح كما تقوله الأشاعرة، وإنما أخذه عن الله جل وعلا. فينبغي معرفة هذا، لأن هذا مذكور في عقائد الأشاعرة. قال: وقد رد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله على هذا القول. الشيخ محمد بن إبراهيم كان مفتي المملكة العربية السعودية، رد على هذا القول في رسالة مطبوعة وهي موجودة في فتاوى الشيخ، سماها: الجواب الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن الكريم. رد على هذا القول وأبطله، لأن القول بأنه أخذه من اللوح المحفوظ وسيلة إلى أن الله خلقه في اللوح المحفوظ كما تقوله الجهمية. فالجهمية يقولون: الله خلق القرآن في اللوح المحفوظ. فهذا قول باطل مأخوذ من الجهمية، فيجب التنبيه عليه. والله جل وعلا من صفاته الفعلية أنه يتكلم، كما أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر ويشاء ويريد، فهو سبحانه وتعالى يتكلم كلاما يليق بجلاله كسائر صفاته، يتكلم متى شاء بما شاء إذا شاء. وكلامه قديم النوع حادث الأحاد، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، يتكلم بالقرآن وقت نزوله، ويكلم جبريل، وكلم موسى، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، وقبل ذلك كلم آدم عليه السلام، ويتكلم يوم القيامة فيحاسب الناس، ويكلم المؤمنين في الجنة ويكلمونه، فهو يتكلم بكلام قديم النوع لا بداية له كسائر صفاته حادث الأحاد. ومعنى هذه القاعدة التي تجدونها تتكرر أنه قديم النوع حادث الأحاد، لأن صفات الله عز وجل لا بداية لها، فالله عز وجل هو الأول، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وهو أول بصفاته، ليس مجرد عن الصفات، ليس ذات مجرد عن الصفات، الأول بصفاته، ومن صفاته صفة الكلام، فهذا معنى قديم عن النوع، يعني أن هذه الصفة ثابتة لله عز وجل، فلها الأولية مع الله عز وجل. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. لكن حادث الأحاد يعني أعيان الكلام، أعيان الكلام، لأنه يتكلم متى شاء. فذكر أنه تكلم مع آدم، تكلم معه في الجنة، ولهذا قيل عن آدم عليه السلام أنه نبي مكلم، وتكلم مع موسى عليه السلام لما عند إرساله، فكلمه مباشرة، وسمع موسى عليه السلام كلام الله عز وجل، وهذا يدل على أنه بحرف وصوت، يعني بحروف وأصوات، وإلا كيف يفهم موسى؟ فدل على أنه بحرف وصوت. وكلم رسولنا صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به،
أين كلمه؟ لما فرض عليه الصلاة، فكان يتردد الرسول صلى الله عليه وسلم بين ربنا وبين موسى، فهو الذي ينصحه ويقول له ارجع واطلب ربك التخفيف. فهذا ظاهره أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلقى الصلاة من الله وأنه سمع كلام الله، فصار قد كلم الأنبياء هؤلاء الثلاثة. أما ما قيل أن الكلام خاص بموسى أو أن موسى كليم الله، فهذه يعللها بعض أهل العلم بأن المراد به على الأرض، يعني كلمه في الأرض، فلم يكلم أحد من الأنبياء في الأرض إلا موسى. أما آدم فإنه قد كلمه في الجنة، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قد كلمه ليلة أسري به، فلهذا صار لموسى اختصاص بهذا الكلام. ولهذا في حديث الشفاعة لما يأتونه يذكرون هذه الخصيصة له، مع أنه قد كلم الرسول صلى الله عليه وسلم وكلم آدم، وأما يوم القيامة فإنه يكلم الناس كما ما جاء في الحساب. فدل على أن كلام الله عز وجل متجدد، هذا معنى حادث، يعني أنه يتكلم يعني فترة بعد فترة بعد فترة يتكلم. وإن كان أصل القرآن كما تعلمون محفوظ، لكن لما تنزل الحوادث، يعني لما نزل قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فهنا هو تكلم بهذا القرآن وسمعه جبريل، فصار في نفس الحادثة، نفس الحادثة التي حصلت. وإن كان القرآن، لأن الله عز وجل لما أمر القلم وقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فهذا القرآن كله مجموع في اللوح المحفوظ، لكن إذا أراد الله عز وجل إنزاله منجما للرسول صلى الله عليه وسلم لعلاج بعض الحوادث، فإنه يتكلم مع جبريل فيسمعه جبريل من الله عز وجل، ثم ينزل به على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وسائر الكتب المنزل على الأنبياء كلها كلام الله جل وعلا، ومنها القرآن الكريم الذي هو أعظمها، الذي جعله الله مهيمنا عليها، فهو كلامه جل وعلا حقيقة لا مجازا، منزل منه غير مخلوق. هذا مذهب أهل السنة والجماعة ويصرحون بهذا، والمسلمون في زمن الصحابة ليس عندهم شك في هذا، وإن لما ظهرت الجهمية وقال القرآن مخلوق، وكذلك لما ظهرت المعتزلة والأشاعرة ومشتقاتهم، يعني من تأثر بهم من الكلابية وغيرهم، رد عليهم أهل السنة وبيّنوا أن القرآن منزل غير مخلوق، إبطالا لقولهم، لأنه إذا قيل إن القرآن مخلوق فمعناه أن الله لا يتكلم، والذي لا يتكلم لا يكون إلها، كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فالذي لا يسمع ولا يبصر جماد. وفي الآية الأخرى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، لا يكلمهم لأنه جماد، فدل على أن الذي لا يتكلم ليس بإله. وكما قال في الآية الأخرى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، يعني لا يكلمهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فالحاصل أن الذي لا يتكلم لا يصلح للربوبية والإلهية، لأنه ناقص، كيف يأمر وكيف ينهى وكيف يدبر وهو لا يتكلم.
هذا تعجيز لله عز وجل، والله جل وعلا يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ويقول تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فكلمات الله التي يأمر بها وينهى ويدبر دائما وأبدا لا تحصى ولا تكتبها البحار وأقلام الدنيا. والجهمية يقولون: كلام الله مخلوق، فهذا فيه وصف الله بالعجز، وأنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى. وفيه أيضا أن هذا القرآن ليس كلام الله، مع أن القرآن هو الأصل الأول من أصول الأدلة، فإذا كان ليس كلام الله فكيف يستدل به؟ وهي دسيسة يهودية، لأن أصل مذهب الجهمية مأخوذ عن اليهود، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته الحموية أنه مأخوذ عن اليهود. وليس هذا بغريب على اليهود لعنهم الله، الذين حرفوا كلام الله وبدلوا وغيروا، فهذه دسيسة من اليهود ليبطلوا القرآن الذي بأيدي المسلمين. فهذا مذهب خبيث، ولهذا انبرى الأئمة إلى رده وإبطاله وبيان أنه زيف مدسوس. وإن كان اليهود قالوه، لكنه ما ظهر إلا بعد فترة عندما انتشر تلاميذ اليهود هؤلاء. قال الشيخ: أما من يقول إن مسألة القول بخلق القرآن لا تحتاج إلى هذا الاهتمام، لأنها من فضول الكلام كما يقول بعض المتحذلقين من الكتاب المعاصرين ومن يتسمى بالعلم، فهذا قول باطل، وهذا تهوين من مسألة خطيرة لا ينبغي التساهل فيها، فليس هي من فضول الكلام. وهذا الكلام تسفيه للأئمة الذين اهتموا بردها، وعذب من عذب بسببها كالإمام أحمد، وقتل من قتل منهم في ردها. ثم يأتي من يقول هذه مسألة تافهة ولا تتحمل كل هذا. فهذا إما أن يكون جاهلا لا يدري عن شيء، وإما أنه متجاهل مبطل يريد أن لا يرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وهذا القول الذي ذكره الشيخ عن فيما يتعلق بكلام الله، هم قالوه في كثير من مسائل العقيدة، ويرون أن الرد على الفرق، يقولون هذه فرق انقرضت وماتت وانتهت، وأنتم تشغلون الناس بها في دروسكم وفي محاضراتكم وفي كتبكم، وهذا ليس صحيح. فإن المنحرفين المتأخرين قد بنوا مذاهبهم على أصول السابقين: التهويم من السنة، عدم الاحتجاج بالسنة، تضخيم دور العقل، والعقلانية المعاصرة هي تلاميذ للمعتزلة السابقين. فهم يعني الفرق المعاصرة هي قائمة على هذا التراث، فإذا بطل الأساس بطل قول هؤلاء. قالوا بعضهم يقول: الناس أحرار لا تحجر عليهم حرية القول وحرية الكلمة، يعني لا ترد الباطل ولا تبين الحق، كل له كلامه وكل له قوله، فعلى هذا يكون الدنيا فوضى. طبعا هذا الموضوع موضوع أن الإنسان حر أن يقول ما يشاء، هذه دسيسة علمانية خبيثة، لأن الإنسان ليس حرا أن يقول ما يشاء، هو مقيدا لا يقول إلا الحق. وهذا المبدأ مبدأ حرية الكلمة، فهو مبدأ علماني، وإنما ينظر في الكلمة. الكلمة قد تكون زندقة، قد تكون ردة عن الإسلام، قد تكون سب في الرسول صلى الله عليه وسلم، قد تكون انتقاص من شريعة الله عز وجل، فهذا ليس حر في هذا، هذا ليس حر في هذا، وإنما هو مقيد بالشريعة. الإنسان حر في أن يقول الحق وأن لا يروج للباطل، أما الباطل فليس في ترويجه حرية أبدا إلا على مذاهب العلمانية المعاصرة،
التي تريد أن الإنسان يقول ما يشاء، فله أن يعبد في الصباح صليبا، وله أن يعبد في المساء بقرة، وله أن يعبد في الليل ما شاء، فيغير عقيدته ودينه كما يغير لباسه. ولهذا يعترضون على حكم الردة في الإسلام، ويرون أن هذا معارض لحرية الكلمة، ويرون أن حكم الردة في الإسلام هذا فيه جبر للناس على عقائدهم، وقلدهم بعض المتحذلقين فشككوا في حكم الردة في الإسلام، وهو حكم مجمع عليه لم يشكك فيه إلا في هذه الأعصر الأخيرة. فينبغي التفطن لهذه الدسائس وهذه الشرور التي تحاك ضد المسلمين. وقوله دان الأتقياء، يعني اعتقد الأتقياء من الأمة هذا القول أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفصحوا يعني أظهروه للناس وقالوا القرآن منزل غير مخلوق، ولم يسكتوا ويقولوا هذه آراء، وتركوا الناس على حرية الكلمة وحرية الرأي، بل إنهم أفصحوا غاية الإفصاح، وناظروا وجادلوا وألفوا وكتبوا في رد هذا القول لخطورته وشناعته ولما فيه من تنقص لله عز وجل. فلا يسع أهل العلم أن يسكتوا عن هذا القول أو يتساهلوا فيه، وهذا مما يدل على وجوب رد البدعة مهما كان الأمر، يعني لا تترك البدعة إذا تحققت أنها بدعة، فلا تترك ذلك بما استطعت حماية لدين الله عز وجل. ثم ذكر أقوال تفرعت عن قول من قال القرآن مخلوق، وهو من يتوقف ويقول أنا أقول القرآن كلام الله لكنني ما أقول غير مخلوق، لأن كلمة غير مخلوق ما كان يقولها السلف الأوائل. انظروا إلى هذا الموضوع كيف يبرز كأنه في صورة الحق. يقول الصحابة ما كانوا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، يقولون كلام الله، فأنا أقول مثل ما قالوا. لو كانت البدعة ظهرت في زمنهم لقالوا ذلك وأفصحوا ووضحوا، لكن ما كانت في زمنهم، فكانوا يقولون القرآن كلام الله عز وجل. ولهذا كثير من مسائل العقيدة ما تجدون فيها كثير من التعمق والرد على اللوازم الباطلة، لأنها ما انتشرت في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا هنا أكد، وهذه الفرقة تسمى بالواقفة، الواقفة في القرآن الذين يقولون القرآن كلام الله، تقول غير مخلوق يقولون ما نتكلم، مخلوق يقول لا كلام الله، يقول لا نتكلم، لا نزيد على عبارة القرآن كلام الله. ولهذا قال ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، فهو جعل هؤلاء أتباع لجهم. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، يعني رأوا أن هذا هو المناسب. وهذا علق عليه الشيخ بقوله من الجهمية من يصرح بأن القرآن مخلوق وهم رؤوس الجهمية، ومنهم من يقول أنا لا أقول مخلوق أو غير مخلوق بل أتوقف. قال وهذا شيطان أخرس، لأنه إذا توقف توهم الناس أن القرآن مخلوق، فلا بد من البيان. فإذا قالوا مخلوق فلا تتوقف، لأن معنى ذلك أنك تؤيدهم ولكنك لا تصرح، فلا يجوز التوقف في هذا. وهذا مذهب الواقفة الذين لا يقولون مخلوق أو غير مخلوق، وهذا معناه كتمان بيان الحق، ويعطي احتمالاً لقول الجهمية أنه صحيح حيث لم يرد ولم يفضح ولم يكشف. فالذي يشك في أن القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق ويتوقف
هذا جهمي، وإلا لو كان ليس جهميا لصرح وقال القرآن غير مخلوق، ولكنه يتستر بالتوقف، وهذا في الحقيقة أخبث من الجهمية، لأنهم صرحوا وعرف مذهبهم، أما هذا فهو يخادع الناس في أنه متورع ولا يقدر على القول بهذا الأمر، فلا يكفي هذا التوقف، بل لا بد من التصريح ببطلانه. ولهذا قال كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، فجعلهم من أتباع جهم، ودل على أن السلف في ذلك الزمان يرون من توقف بأنه من الجهمية. وأسجحوا يعني تساهلوا، قال الإسجاح هو التساهل واللين. ثم قال ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله بالله باللفظ يوضح. ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح، وهذا القول الثالث، يعني من قال أنه مخلوق ومن توقف، ومن قال لفظي بالقرآن أو قراءتي بالقرآن مخلوقة، فهذا أيضا يعتبر من مذاهب الجهمية. ليه؟ قال القول الثالث يقولون اللفظ بالقرآن مخلوق، فيقول قائلهم لفظي بالقرآن مخلوق، وهذا في الحقيقة احتيال على القول بخلق القرآن، فلا يجوز لك أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يجوز لك أن تقول غير مخلوق، وذلك أن المسألة التي فيها اشتباه لابد فيها من التفصيل، المسألة المجملة ليس الصواب في إثباتها على إجمالها ولا في نفيها على إجماله، وإنما تفصل وتبين. فإن قلت لفظي بالقرآن مخلوق ولم تفصل فهذا مذهب الجهمية، وإن قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق فهذا أيضا تأييد لقول الجهمية، لأنك إذا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق فأنت أدخلت أفعالك مع أفعال الله وجعلت فعلك غير مخلوق، وهذا مذهب القدرية الذين ينفون القدر ويجعلون العباد هم الذين يبتكرون أفعالهم ويخلقونها، فلا بد من التفصيل بأن تقول ماذا تريد بقولك لفظي بالقرآن، هل تريد الصوت والتلفظ أو تريد الملفوظ به؟ فإن كنت تريد الملفوظ به فهو غير مخلوق، لأن الملفوظ هو كلام الله هو القرآن، إنما الملفوظ كلام الله جل وعلا. أما إذا أردت به التلفظ الذي تنطقه بلسانك فهذا مخلوق، الصوت صوتك فهذا صوتك مخلوق، ولسانك مخلوق ولفظك مخلوق، ولكن الملفوظ به المؤدى باللفظ هذا غير مخلوق، فلا بد من التفصيل. إذن هذا القول الثالث مشكلته الإجمال نفياً وإثباتاً، ولهذا يقول أهل السنة الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، الصوت اللي تسمعه صوت القاري والكلام كلام الباري، يعني الملفوظ به كلام الله، وأما اللفظ والأداء فهو كلام المخلوق، صوته مخلوق نطقه مخلوق، ولهذا تختلف القراءات والأصوات، بعضها حسن وبعضها غير حسن وبعضها جيد وبعضها غير جيد، فهذا دليل على أن الصوت مخلوق، والقراء يختلفون، بعضهم يعطى صوتا حسنا وبعضهم يعطى دون ذلك، أما كلام الله جل وعلا فإنه لا بد أن يكون في غاية الكمال. وبهذا ننتهي من الكلام في مسألة الكلام، صفة الكلام لله عز وجل، وتأتي بعدها صفة رؤية الله عز وجل، وهي من المسائل العقدية الكبيرة أيضا التي خالف بها أهل البدع، فأراد الناظم أن يلفت النظر إلى هذه العقيدة العظيمة، لكن لعلنا نؤجل الحديث عنها إلى الدرس القادم بإذن الله عز وجل.
ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.